موضوعنا اليوم بيد سمارت الحبوب، ومعي ناتالي. بونجور ناتالي، صباح الخير، كيفك اليوم؟ رح نذكر مشاهدينا برقم التليفون 044444444 اذا عندكم اي سؤال. هون بدنا نفرق بين الحبوب والبقوليات، لانه كثير قيمه بنوصف العدس والحمص والفاصوليا بالحبوب، بنقولها بالدارجه اوقات هلا، لانه شكل الحبوب صح مزبوط. بس الحبوب هن اكثر الجرينز، او كيف بنفرقهم عن بعضهم؟ هو عاده الحبوب هي الجرينز، يعني السيريال. وقت اللي نحكي عن الحبوب نحكي عن الرز، نحكي عن الذرة، نحكي عن هالانواع، عن القمح اكيد. دونك هول هن الحبوب السيريالز اللي عاده نوعيتهم وقيمتهم الغذائيه بتختلف عن البقوليات اللي هن كنت رح اقول حبوب اللي هن فاصوليا، عدس، حمص الى اخره. واكيد قيمتهم الغذائيه بتختلف، مشان هيك مهم انه نفرق بيناتهم. اليوم بدي احكي عن الحبوب السيريالز اللي هن اكثر شيء تراديشنال وقديمه، وهلا صار في تندنسي انه نرجع على هالانواع من الحبوب، لانه هي بالنهايه قيمتهم الغذائيه ما كثير تغيرت وما كثير تطورت، لانه مثل ما كنتوا عم تحكوا قبل انه مع مارك الحبوب والبذور عاده صار في كثير ميكسينج فيها. هلا اليوم بدي احكي اكثر عن الحبوب التقليديه اللي بعدها موجوده بانماط غذائيه حول العالم. بدي بلش احكي اول شيء بنوع من هلا هو منه اكشلي حبوب، لانه اتس جراس. هالنوع عشبة؟ اللي هو عشبه، اذا فينا نشوف شو هو. هي وايلد رايس. اسمها وايلد رايس، ونحن بنقول انه الرز هو نوع من حبوب، ولكن في الرز الابيض، في الرز الاسمر، وفي الرز الكامل اللي عاده صرنا شوي شوي عم نستهلكه لانه قيمته الغذائيه افضل بكثير من الرز الابيض اللي نحن معودين ناكله بكثير من الاطباق. ليش؟ لانه اذا بدنا نحكي عن الرز الكامل، الرز الكامل بيحتوي على اول شيء الياف اكثر، وفيتامينات من وراء قشرته. وكمان ما ننسى انه نحن وقت اللي ناخذ الرز الكامل بنكون عم ناخذ كل البي فيتامينز اللي بين القشره والحبه، او بين القشره والاندوسبرم. دونك وقت اللي نحكي عن الرز عم نحكي عن الرز الكامل، افضل اكيد قيمته الغذائيه افضل من الرز الابيض. بيحتوي اكيد على نشا، وهذا شيء ما فينا نستغنى عنه. اكثر من الابيض؟ لا، مش اكثر من الابيض، بالعكس. اذا بدنا ناخذ بالوزن، الرز الكامل فيه نسبه نشا اقل. والافانتاج بالرز الكامل انه نحن عم ناخذ الياف، وهذا بيساعد لامتصاص هالنشا او هالسكر بشكل ابطا، لانه نحن بنعرف انه الرز بيحتوي على معدل عالي من النشا، وهيدا عند الاشخاص اللي عنده سكري ممكن انه ياثر انه يعلي بسهوله معدل السكري. هيدا الرز الكامل. ولكن الوايلد رايس هو نوع ثاني كليا من الحبوب. هو اذا بدنا نحكي تقنيا هو اتس جراس، يعني عشبه، مصدرها امريكا الشماليه، وقيمته الغذائيه مختلفه كليا عن الرز الابيض او الرز الكامل. وليه بندخله مع الرز؟ لانه تقريبا تكوينته، يعني اذا بدنا نحكي عن فيه نشا وشكله مثل اللونج جرين رايس، يعني الحبه الطويله. الافانتاج بهالوايلد رايس، لانه ما فينا ناكل بس وايلد رايس، يعني بدنا ندخله مثل ما عم تقولي مع الرز. اول شيء لانه معدل الالياف كتير اعلى من الرز، بعد اعلى من يعني هي اللي اذا بنطلع على الحبه عن قريب هي بس قشره كان اكزاكتلي يعني قلبها صغيره كتير يمكن. والافانتاج فيه او الشغله المميزه اللي فيه لهالنوع من الرز هو انه بيحتوي على ماده الانتوسيانين اللي موجوده كمان بالبلو بيريز. يعني احنا بنعرف انه البلو بيري فيها كتير فوائد من وراء هالماده هاي اللي هي الانتوسيانين، والانتوسيانين موجوده بالوايلد رايس. يعني تقريبا ثلث كبايه من الوايلد رايس فيها نفس كميه الانتوسيانين من نص كبايه بلو بيري. قد ايه بنخلط وايلد رايس مع الرز الابيض؟ يعني هلا عاده شو بتكون النسبه؟ عاده بنحط نص كميه وايلد رايس لكميه كامله من الرز. هلا حسب نحن قد ايه بدنا ندخل هالنوع من السريع، يعني ترجع على الوصفه او الريسيت اللي نحن عم نتبعها، بس بالمعدل مفروض هيك تكون، انه ما يكون كبايه لكبايه، لانه معدل الالياف فيه بيكون اعلى. هلا دونك هيدا بخصوص الرز. دونك في عندنا الرز الابيض، الرز الاسمر اللي موجود كمان بالسوق، بس كميه الالياف منها
عالية مثل الرز الكامل، والوايلد رايس بعد هو كمية الألياف فيه هي أعلى شيء. بنتقل هلأ لنوع تاني من السيريالز اللي كتير أخذ سكسيه اللي هو الكينوا. الكينوا هو من أنواع الحبوب اللي جاي بالعكس من أمريكا الجنوبية، وأفانتاج هالنوع من السيريال أنه بيحتوي على بروتينات أعلى من غير أنواع سيريالز. بنعرف أنه الحبوب بيحتوي على نشا وكمية قليلة من البروتينات، الكينوا معدل البروتين فيه أعلى. هلأ هيدا ما بيعني أنه فيه يستبدل اللحمة، نعم. أفانتاج الكينوا كمان أنه بيحتوي على حديد وامتصاص الحديد فيه منيح، بس ما نفكر أنه الكينوا ما فيه سعرات حرارية. هيدي شغلة كتير أوقات أشخاص بيفكروا بيقولوا أنا عم بعمل ريجيم عم بيكل كتير بس كينوا. ننتبه أنه الكينوا فيه سعرات حرارية مثل بقية الحبوب. نعم. هلأ صحيح فيه فوائد وفيه ميزات مثل اللي حكيت عنها هلأ، بس بدنا ننتبه أنه فيه معدل سعرات حرارية شبيهة كتير بالغير أنواع من السيريال. وننتبه لشغلة أنه الكينوا طبيعيا ما فيه جلوتين، يعني ما فيه جلوتين. للأشخاص اللي عم بيتبعوا حمية غذائية خالية من الجلوتين بنسبهم مش بالضرورة ينسبهم. عم بحكي أنا عن السيلياك ديزيز، وعم بحكي عن الأشخاص اللي عندهم مشكلة جلوتين انتوليرنس. بس ما فيه جلوتين، هو أساسا ما فيه جلوتين، بس بيصير كونتاميني، يعني من وراء المعامل، يعني من وراء المعامل. دونك لازم ينتبهوا الأشخاص اللي عندهم سيلياك ديزيز أنه يكون الكينوا اللي عم ياخدوه جلوتين فري. هيدي نقطة مهمة. بنتقل هلأ لنوع من الحبوب اللي هو التف، اللي هو تيبيكال إثيوبيان سيريال اللي موجود، اللي بيستهلك بشكل يومي بإثيوبيا، واللي قيمته الغذائية كتير مهمة. يعني معدل البروتين فيه عالي كتير، ومعدل أكيد الألياف عالي كتير. معروف التاف أنه بيحتوي على كمان حديد عالي. حلو. معدل حديد بينعمل عالي. بينعمل منه طحين؟ بينعمل منه كريبس. هن بإثيوبيا بيعملوا منه كريب بيسموهن إنجرة. وهيدا فينا نقول يعني هذا مثل نوع خبز، هو نوع خبز، هو وجبتهم الديلي اليومية ستيبل فود عندهم. دونك هيدي ممكن انه ندخلها كنوع سيريال جديدة تنوع من استهلاك كمية الالياف او حتى انواع الفيتامينات. البرغل له ميزاته خاصة او نعتبره من فصيلة القمح؟ هو وهيدا اللي رح احكي عنه هلا. البرغل والفريكي هي من اهم انواع الحبوب اللي نحن لازم نرجع لها. يعني نحن بنفتش دائما على يمكن الحبوب اللي تجينا من الخارج الجديدة، بس نحن عنا أنواع من الحبوب كتير مفيدة، ومنها البرغل والفريكي كمان. البرغل بينافس الكينوا؟ البرغل مختلف عن الكينوا، لأنه البرغل هو قمح والكينوا نوع تاني من السريال. هلأ ما بينافسوا بعضهم، بس الأفانتاج فيه بروتين؟ فيه بروتين مش قد الكينوا، مش قد الكينوا، بس فيه معدل فيتامينات بي فيتامينز أحسن. وإذا بدنا نحكي كمان عن الفريكي، إذا فينا نشوف الصورة قبل ما ننتهي، الفريكي القمح أخضر قيمتها الغذائية أفضل من البرغل. بيقشروا يعني هيدا؟ بيقشروا أكيد، لأنه القمح عم بينقطف أخضر والفيتامينات بتكون أفضل بعدها موجودة فيه. موجودة بقى. خلينا نرجع على الفريكي. فريكي وبرغل. وبرغل وأرخص. أكيد أرخص 100%. ما نفتش لبعيد تنقدر نلاقي أكيد مأكولات بتغذي وبتفيدنا. دونك فريكة كتير مهمة هالويك أنت تليل هالمعلومات. رح ناخد وقفة مشاهدينا ومن كافة مع جاسي بي بيتس.